شوف يا مرسي، انا مش لطفي الجناني، انا عباس الدنيري. انت بتقول ايه؟ انا مش لطفي الجناني، اسمي عباس الدميري. عباس الدميري مين؟ تجار مخك حاجه؟ من يوم ما عرفتك كنت لطفي الجنايني. انا كمان كنت نسيت عباس الدميري ده خالص، افتكرت ان انا هموت وانا لطفي الجنايني. اما لطفي الجنايني ده يطلع مين؟ ولا عارف. بقولك ايه يا عم، فهمني بقى لحسن، انا مخي خلاص هيفوت. شوف يا مرسي، انا بس عايز اتاكد ان احنا خرجنا من العراق. والله العظيم ثلاثه خرجنا من العراق يا لطفي. عباس، والنبي يا مرسي، ما انت منادي عليا غير بعباس. اصعب حاجه على البني ادم انه يضطر يتخلى عن اسمه. انت عارف اكتر حاجه كانت بتعذبني طول العشرين سنه اللي فاتوا دول ايه؟ ايه؟ لما حد ينادي عليا ويقول لي يا لطفي، وفي نفس الوقت كنت ببقى ميت من الرعب لحد يكون عارف مين هو لطفي الحقيقي، ويجي يبص في خلقتي ويقول لي انت مش لطفي الجنايني. طب لطفي الجنايني وعرفناه مين؟ عباس الدميري ده؟ ده مدرس تاريخ في مدرسه دار الحكمه الثانويه بنين، العمر 54 سنه، ده في ورق الحكومة. لكن أنا أسقطت ال20 سنة دول من عمري، يعني عمري دلوقتي 34 سنة. يا عم أنا مش فاهم حاجة، أنت إيه حكايتك؟ بص الصورة دي، دي ناهد مراتي، ده بيبرس ابني، سميته على اسم الظاهر ركن الدين بيبرس البندق داري، مؤسس دولة المماليك البرجية. الله، انت راجل محترم بقى. امال ايه اللي رماك على الغربه والبهدله دي يا لطفي؟ يا عباس، اخر مره تقول لي يا لطفي، لو قلت لي لطفي تاني مش هرد عليك. ماشي، ايه اللي رماك على الغربه والبهدله دي يا عباس؟ حصه التاريخ. حصه التاريخ ترميت الرميه المهببه دي؟ اصلك مش فاهم، التاريخ في بلادنا دي يا مرسي بيتكتب مرتين، مره في حياه الحاكم ومره بعد ما يموت. في حياته يقولوا عليه القائد الزعيم الملهم الفذ اللي كل خطوه بيخطيها انجاز تاريخي. بعد ما يموت بقى عاديك تطلع له العفاريت الزرق تقطع في فروته. العيال عندي في الفصل بقوا يسالوني يا استاذ يعني ده وحش ولا كويس، ما بقتش عارف ارد. انا عندي نقطه ضعف يا مرسي، لما اشوف عينين العيال وهي بتبرق ونفسها تفهم ما اقدرش امسك نفسي اقول وبعبع. مره بقى وانا ببعبع كده في دخلت مين؟ النظر وزير التربيه والتعليم شخصيا، قال لي يا استاذ الكلام اللي بتقوله ده داخل المقرر؟ قلت له يا فندم الحقيقه خارج المقرر. بعدين ولا قبليه بقيت انا كمان خارج المقرر، يعني رفدوك وقفوني عن العمل. قعدت في بيتنا طول النهار نايم وطول الليل اقرا في كتب التاريخ. وكنت بتصرف منين؟ ناهد مراتي ما سابتنيش، باعت كل صيغتها حتى دبلة جوازنا. وفي يوم لقيت اعلان في الجورنال العراق طلبه مدرسين، قدمت. رحت العراق على ان انا هقعد سنه ولا اتنين اجيب قرشين وارجع مصر. والسنه 24 سنة هي العبارة هتقوم انت على بكرة الصبح، لسه الليل قدامنا طويل. مرسي يا حبيبتي. ايه مالك متسربعة كده ليه؟ أصل عندي محاضرة مهمة جدا. كويس قوي، وصلي تامر المدرسة في سكتك بقى. يا ماما كده مش هلحق الكلية. خلاص يا ماما خليها تلحق الكلية، ومش عارف انتوا بتتحايلوا عليها كده ليه؟ ما تجيبوا لي عربية عشان ما تحيلوش عليها. عربية ايه يا ولد انت وكلام فاضي؟ ايه اللي انت بتتكلم عليه ده؟ ركز في دراستك، انت عندك شهادة السنة دي. يا سلام، طب ما هو بيبرش قليل عندهم عربية، اشمعنى يعني؟ خلاص يا حبيبي، أول ما تتم 21 سنة هنجيب لك عربية. يا سلام، وليلى بقى تمت ال 21 سنة عشان تجيبوا لها عربية؟ ما هي ما تمتهمش، اشمعنى هي يعني؟ اسمع يا ولد انت، أنا مش عايز أسمع كلمة اشمعنى دي منك بعد كده أبدا، خليك في حالك. في ايه يا بابا؟ انا مش عارف انتوا بتعاملوني كده ليه؟ يعني كاني مش من البيت ده، انتوا مستقصديني ليه؟ خلاص يا حبيبي، اول ما تتم 18 سنه هنجيب لك عربيه عشان بس تقدر تطلع رخصه. انا ماشيه، هتيجي معايا ولا لا؟ يلا قوم اخدك. انا ماشيه. طيب يا اخي ده معاك. باي باي. باي. لا العظيم.
امال فين بيبرس؟ لسه نايم. اه طبعا يفضل سهران طول الليل مع اصحابه الصايعين دول وبعد كده ينام لغايه العصر. معلش يا محرم، شاب بقى ومن حقه، بس بصراحه بقى هو ما سقطش ولا سنه في الجامعه. الله، يعني عايزه ايه بس يا ناهد؟ يخلص الجامعه يقعد جنبك في البيت؟ حرام عليكي بقى، خلاص بيبرس بقى كبير، لازم يبقى مسؤول، لازم يشيل المسؤوليه اللي انا فضلت شايلها عنه السنين اللي فاتت دي كلها. البركه فيك بقى يا حبيبي. اول ما يصحى من النوم تقولي له يجي لي على الشركه على طول، كفايه الدلع اللي هو فيه ده بقى. ها حبيته من غير ما اشوفه. ما تجيش انت تتكلم، كنت كلمته فين؟ كنت بهزر معاك، ده زي اختي كمان. يا لهوي، اقول له مدرب الاسود ان انت عايز تتجوزني؟ يا خرب، ده كان ياكلني ويمشيك على الحبل ويقطع خبرك. لا 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 لا، ايه بقول لك، بلاش الاخرانيه دي، امانه معروف. يلا، ده انا بحب الشلوت قوي، بدعي ربنا يجيب لك السلامه، ده انا فرحت بيه قوي. يلا 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 شاو، اتكل على الله، على السلامه. شيكايو يا شيكايو. حصل يا ست مسالم، حد بيتجوز؟ يتجوز ايه يا اختي؟ ده الوليه اللي اسمها مهجة بيقولوا ان جوزها راجع. هي دي لها جوز؟ هو كان فين نسيبها دوا؟ كان في العراق، ما حدش رمى عليه بومبا من اللي بيرموها عليهم هناك. عمر الشقي باقي. ايه يا عم طاهر؟ من امتى بتقعد مع عيال على القهوه؟ لا ابدا، اجلس يا بيتكم معايا هنا لغايه ما تجيب ابوه سلوتي. سلوتي مشناق؟ مشناق يا انت هتلخبط في الكلام دي، ما تتكلم عدل بالمار. سلوتي جوزي الست موجة، ابو لبنى ومحمود. هم دول ليهم اب؟ والله العظيم يا جدعان، ده الحرم ناقصه قتله. فين الارواح يا عم طاهر اللي انت قلت لي عليها؟ ولا انت مش قد كلمتك؟ بس يا دم لسانك، اقعد كني، بلاش اقعد على دماغ النار. امك دلوقتي وهي جايبه ابوك هتجيب الارواح معاك. شفت بقى يا عم طاهر اللي انت راجل عيل، علشان انت بترجع في كلامك. اما انك قلت ادي ادب صحيح، طب انا هخلي ابوك لما يجي يكسر عظمه. يا عمي روح روح، دي اللي اعلم بيها الا ربنا. انا اللي هيجنني حاجه واحده بس، ابوك في العراق بقاله 20 سنه، والواد عنده 7 سنين، خلفوه ازاي؟ يمكن جابوه من المنصة يا عم طاهر. حلوة أوي المنصة دي، حلوة. بيبرس كان عنده سنة وكام شهر، وناهد كانت حامل في بنت، وصيتهم قبل ما سافر العراق يسموها نيفرتيتي. مش عارفك انها بنت. احساس يا ابني، ان احساس عمره ما يخيب. طب ما قلتليش ايه اللي خلاك سيب عباس الدميري وتبقى لطف الجنايني؟ حس التاريخ برضو. دي التاريخ اللي حيودينا في داهية ده. انا يا ابني في العراق برضو اشتغلت في دار التاريخ، هشتغل ايه؟ هو انا افهم في حاجة غيره؟
المهم واقف في الفصل وبعد ما خلصت الشرح سألت سؤال، قلت لهم مين مؤسس الدولة العباسية؟ رد واد قال الزعيم الملهم صدام حسين. عدت قلت لهم طب مين مؤسس الدولة الأموية؟ واد أنصح منه رفع صباعه، قلت له قوم يا واد. مين؟ قال الزعيم الملهم صدام حسين. عدتها قلت لهم طب مين اللي بنى حدائق بابل المعلقة من 3000 سنة؟ وكررتها من 3000 سنة. الفصل كله في نفس واحد، الزعيم الملهم صدام حسين. ما طقتش بقى يا مرسي. قلت لهم حرام عليك، ما تعرفوش تاريخ بلدنا. دي بغداد دي فيها أعظم الحضارات، أعظم الشعراء، أعظم الثقافات. بغداد دي يا مرسي أيام الرشيد كانت عروسة الدنيا كلها. شفت يا نفس القهر الديكتاتورية ممكن يعملوا إيه في بلد؟ ممكن يمحوا تاريخها، يتمصوا حضارتها. تصدق بالله؟ لا إله إلا الله. على قد ما فرحت لما وقعوا تمثاله، على قد ما اتقهرت لما رفعوا العلم الأمريكي بدالهم. يا عم وطي صوتك هتودينا في داهية. هنشوف أكتر من اللي شفناه. المهم وانا قاعد اتكلم في الفصل واخدان الجلاله الا ومين دخل عليا؟ صدام حسين. انت حمار يا مرسي، صدام لو كان دخل كنت زماني قاعد اكلمك دلوقتي. وزير التربيه والتعليم اقل. مفتش اقل. الناظر اقل. مفيش بقى غير فراش المدرسه. او الفراش لقيت قاعد يشاور لي ويلطم ويعمل لي كده، يلطم ويعمل لي كده. يعني ايه كده؟ كانوا بيسجلوا لي. يا نهار اسود ومنيل. لا ما انا لحقت نفسي قلبت على الوش التاني بقى، قلت لهم عارفين مين يا اولاد اللي فتح عكه؟ الزعيم الملهم صدام حسين. مين اللي طرد الهكسوس من مصر؟ الزعيم الملهم صدام حسين من مصر. عدت شفت حضارات ولا ثقافات غير الايام دي؟ الحكايه كده اتعدلت وبقيت في السليم. سليم ايه؟ هي خلاص باظت مش هتخيل عليهم. الفراش قال لي ما تحاولش، دي على الاقل فيها 3 سنين. قلت اعمل ايه؟ قلت اروح البيت الم حاجتي واطلع على اول طياره. رحت البيت لقيت مين مستنيني؟ صدام حسين. صدام حسين مين؟ ولا ايه؟ معقول ابليس؟ لا قليل. مين؟ الحرس. امتى على وجهك؟ بقيت عامل زي مطاريد الجبل، من شارع الحارة للزقاق، كل ما ادخل شارع الاقي عسكري اجري. بقيت انام في الخرابات في حتة الجبل، وفي ليلة نايم في الخرابة كده وبتألم والاقي لك مين قصادي؟ صدام حسين. انا مش هكمل لك الحكاية. معلش 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 معلش. لقيت جثة. جثة؟ جثة. لطف الجنايني؟ برافو عليك، هو لطف الجنايني. ما تفهمش ازاي ربنا قلقان ده. وجات لي الجرأة ازاي ومديت ايدي في جيبي لقيت باسبور. رحت مبدل باسبوري بباسبور. بس خد المشكلة صورة لطف الجنايني على الباسبور بتاعه. نقطة النجاح تشوه معالم الصورة. خلاص. طب وصورتك اللي على الباسبور اللي في جيب لطف الجنايني؟ ما انا قبل ما احط الباسبور في جيبي كنت اغمضت قدامه. زي ما اشوف ربنا سبحانه وتعالى. الجثة كانت مشوهة. المهم بتحرك من الجبل الاقي لك مين قصادي؟ اوعى تقول صدام حسين. اوعى تقول ابليس. اوعى ابليس. يا خبر اسود. ليه اسود ليه؟ انا باسبوري في جيبي وكله في التمام. الظابط دخل عليا، مين انت؟ قلت له انا لطف حسين الجناين وادي باسبوري. فتح الباسبور بص في الصوره، قلت له معلش عليها حاجه الصوره بس احلفك. قال لي من غير ما تحلف انا مصدقك. اقبضوا عليا. ليه عملت ايه؟ مش انا اللي عملت. لطفي واخد تابيده 25 سنه سجن. انا بقى لطفي الجنايني ده وخليك عباس الدمين. ما 3 سنين احسن من 25 سنه. وايه دي يعني كلمه فرد يا مرسي؟ انا لسه انا لقيت الراجل اللي شال القصه دي. ادي عباس الدمين اهو اللي زعيم الملهم صدام حسين حكم عليه بالاعدام اول امبارح. مات موتة ربنا. كانت هتبقى اعدام يا حاج. يا
افضل لطفي الجني ولا ارجع عبد ست ميري؟ يا جماعه لازم تكونوا فاهمين ان السوق اتغيرت وان المنافسه بقت منافسه عالميه، عشان كده كمان احنا لازم يكون مستوى انتاجنا على المستوى العالمي عشان نقدر ننافس وبقوه في حركه التصدير اللي موجوده دلوقتي. احنا انتاجنا احسن انتاج في البلد يا محرم بيه. انا عارف ان انتاجنا متميز تماما بالنسبه للسوق المصريه، لكن انا عايز اكتر من كده. انا عايز انتاجنا يبقى متميز بالنسبه للسوق العالميه عشان نقدر ننافس في الاسواق الخارجيه. استاذ سامي لو سمحت انا عايزك تتصل بشركه الدعايه وتقول لهم يحضروا الحمله دعائيه كبيره جدا على المستوى العالمي. تحت امرك يا سعاده البيه. صباح الفل، منورين. تعالى بيبس تقدروا تتفضلوا انتوا يا اساتذه. وفي انتخابات ولا ايه؟ انتخابات؟ تفاؤل ورايق. وبعدين معاك يا بيبس، وبعدين معاك. ايه اخره السهر والصرمحه اللي انت فيهم دول يا ابني؟ يا بابا يا حبيبي، في ايه بس؟ مش كل حاجه تمام وزي الفل. انت ما تقلقش عليا، ما تخافش. بعدين اهو الشركه تمام اهي والشغل ماشي لوحده، يبقى خلاص. هو في شغل بيمشي لوحده يا واد انت؟ بقول لك ايه، انت خلاص اتخرجت وكبرت وبقيت راجل، لازم تتعلم ازاي تدير المؤسسه دي. دي فلوسك يا بيبس. طب يعني عايزني اعمل ايه بس؟ اجي لك كل يوم الصبح اديك التمام وامشي؟ لا يا سيدي، انا هستصدر قرار من مجلس الاداره بتعيينك المدير التنفيذي لمجموعه شركات الدميري. ايه رايك؟ اه طبعا. لا مدام مدير تنفيذي موافق طبعا. حد لاقي بس بقول ايه، يا ريت بقى يا سياده رئيس مجلس الاداره يعني تطلع سلفه كده للمدير التنفيذي الجديد لحسن العمليه بايظه خالص. من اولها كده مفيش فايده، بيبرس هيفضل طول عمره بيبرس. اتفضل يا سيدي، 500 جنيه اهو. اه يعني ما مش معقوله اقول لك مدير تنفيذي وهبقى جامد 500؟ يا راجل هات هات. مدير تنفيذي هات، مش لما نجربك الاول يا ولد؟ ومع ذلك خد يا سيدي دور كمان اهو. لا ما تقلقش، انا في التنفيذ جامد جدا، ما تقلقش يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمع، ها قوم بكره تيجي الشركه من الصبح بدري عشان تستلم الشغل وتقعد على مكتبك. اه طبعا ما تقلقش، انا من النجم عجون هنا يعني، ما تقلقش. بس هو لازم يعني حكايه الصبح بدري ولد. وبعدين خلاص ما تقلقش، بالفجر والفجر هتلاقيني اول واحد في الحركات كلها. بس ما تكشرش عشان اليوم طويل ولسه في حاجات. ها طبعا الفل. مش يمكن ارى لطفي تاني؟ تاني ايه؟ على بختي وهيستنسخوه؟ اسكت يا ولد اسكت. يا ترى يا ماما بابا شكله ايه؟ يعني عليك يا بنتي؟ لا شفت له صوره ولا حاجه، الزلزال ضيع كل حاجه، العفش وكل حاجه يا بنتي، ما فاضلش غير البلطو بتاع امي. والنبي يا ابني مكتب العميد الكبير قوي فين؟ ممنوع يا ست. ممنوع ايه؟ ده انا جايه له من طرف اللواء جلال ابو سيفين، ده مكلمه على الموبايل يا اخويا. الهي تشيلك عربيه انت وعروستك في الزفه، ادي له الكارت ده. يا رب والنبي ساعة أداء يجي بالسلامة. أنا مش قادرة أصدق يا ماما، معقولة هشوف بابا بعد 20 سنة غياب؟ هيجي يا بنت هيجي، قادر قادر على كل شيء. يا مرجع الدل عش وترجع له لطفي يا أخويا، والنبي يا رب والنبي أهو يشيل الحمل عني. تعرف يا مرسي، طول السنين دي ما غابوش عن خيالي أبدا. 20 سنة زي ما يكونوا عايشين معايا، كنت بحلم بيه كل يوم. بيبرس ده حلمت بيه وهو بيدخل المدرسة أول مرة، وحلمت بيه لما صوته خشن في سن المراهقة وهيبقى راجل، وحلمت بيه لما دخل الجامعة. عارف نفرتيتي اللي عمري ما شفتها دي؟ حلمت بيها بتكبر وبتتدور وتبقى عروسة زي القمر.
الغريبة يا مرسي ان انا كنت دايما احلم بيهم كما لو كانوا عايشين في شقة جميلة ومرتاحين ومبسوطين على اخر، رغم ان انا سايبهم محلتهمش ولا مليم، وعارف عم انا بخيل ايحة ولا يمكن هيساعدهم، بس ان شاء الله هعوضهم عن كل اللي فات. اكيد لسه في العمر بقية. انا حاسس ان انا خدت خلاص نصيبي من التعاسة والحزن والشقة، خدت دفعة واحدة. ان شاء الله اللي باقي من العمر كله ايام حلوة. يا ست يا ست. نعم. تعالي سيادة العميد عايزة. ربنا يخلي العميد والظباط والعساكر. بص يا اخويا ده وهو بيهيكر. فوري جد فوري. ادخل يا فندم. حضرتك الست اللي انت طلبتها. صباح الفل يا باشا، يجعل نهارك قشطه واصطباحتك لبن. خير يا ستي؟ اللي هو جلال كلمني علشانك. انت عاوزه ايه؟ لطفي الجنين يا باشا. ماله ده؟ جوزي ابو الواد الاسمر الحلوه ده، والبنت اللي تقول شاكيره امي ونقعد مطرحك دي تبقى بنته. ايوه يا ستي، يعني عاوزه ايه؟ عاوزه جوزي، اصله راجع من العراق بالسلامه وخايفه يجي ما يلاقينيش يطفش تاني، فلو سعادتك يعني سمحت ندخل لغايه جوه نشوفه لما يوصل يبقى الف الف كتر خيرك. بس ده ممنوع يا ستي. انا في عرضك يا بيه. يرضيك الراجل بعد غيبة 20 سنة يجي يلاقي نفسه فرضاني كده؟ بس ده ممكن يجي النهاردة، يجي بكرة، بعد أسبوع، الله أعلم. دول فوق المليون بني آدم يا ستي. أنا قلبي دليل وقلبي ما يكذبش علي أبدا، أصل حلمت بيه امبارح جاي كده بلبس البحرية وشعره مبلول، يعني إن شاء الله إن شاء الله بعد الغيبة الطويلة دي هيرجع ليا والولاد. طيب طيب، خدهم يا مطوع لمكتب خليل بيه، أهم يستنوا هناك بدل الزحمة. هم امال يا ست؟ قول لي يا ام محمود، والنبي سلطفي لما يوصل لعمل لك سد الحنك، تخاف تتكلم حلاوته تروح من بقك. هلا قولي لي يا ام محمود، هو جوزك شكله ايه؟ شكله هو يا اخويا لما سافر كان شرح وبرح وخشب عريض وشنب وطويل ومبروم، ما شاء الله وفاصل لحواجبه حاجه تفرح بصحيح. بس الكلام ده يجي كده من 20 سنة. 20 سنة؟ ومالها ال 20 سنة؟ هتغير البني ادم ولا هتغير البني ادم؟ 20 سنة تقلب الدنيا، تخلي التخير رفيع والطويل قصير، ما لقيش معاكي صورة من قريب لجوزك، يجي من سنة سنتين. لو النبي يبني. لكن هقول لك ايه، اسر ولا رفع برضه هعرفه، اياكش حد عمل نيولوك، صورته هنا ومش هيروح عن بالي ابدا. افتكر الايام اللي جايه هتبقى احسن من اللي فات عباس. ان شاء الله يا مرسي، اصل مفيش اوحش من الايام اللي فاتت، يبقى اللي جاي لازم يكون احسن. غدا يوم اخر. انت عارفه انا حاسس بايه؟ حاسس زي العيال الصغيرين ليله العيد من فرحتهم يفضلوا سهرين طول الليل ما يجيلهمش نوم لغايه الصبح ما يجي والعيد يطلع. يعني احنا النهارده الوقفه عبس؟ النهارده الوقفه يا مرسي. بيانات جوزك ايه؟ بياناته حلوه وزي الفل. هي ايه اللي حلوه زي الفل؟ اسم جوزك ايه؟ لطفي حسين الجنايدي. لطفي حسين الجنايدي. كام سنه؟ اكبر مني ب10 سنين. كام يعني؟ 34 سنة. نعم. لما سافر كان 34، يعني دلوقتي 54 سنة. المهنه؟ بيدرب اسود. اسود؟ بيدرب اسود في السيرك القومي. في السيرك القومي؟ ايوه يا اخويا في السيرك القومي. اصله اسم الله على مقامك كده كان جده. هو طول، لا مش طول حضرتك، ممكن تقف. نعم. هو اطول من حضرتك مره ونص، ومقاس صدره 4 تشبر ونص. عموما اسمه لغايه دلوقتي مش عندي. اتفضلي سيبي تليفونك وبياناتك واتكل على الله، ولما يجي هنديكي خبر. خبر ايه؟ انا مش عايزه خبر، انا عايزه لطفي. انا مش ماشيه من هنا غير اما اخد جوزي معايا. الكلام ده ما ينفعش هنا، هتستنيه فين؟ ما كفايه انا مرمطه بقى يا ماما، ما هم قالوا لي هتصلوا بينا اول ما يجي. اسكت انت يا محمود اسكت، انا مش متعتعه من هنا غير وابوك في ايدي، انا ماسكه نفسي بالعافيه يا ناس. حرام عليكم حرام عليكم. قلت ايه يا حضره الظابط؟ خلاص خلاص، اتلقح وانا لغايه العباره ما تيجي، ما اشوف اخرتها ايه معاكم. اسمعي يا ام محمود، انت شكلك ست طيبه وغلبانه، انا مش عايزك تشيلي هم حاجه خالص. باذن الله اول العباره ما توصل هنشوف باسبورتات الناس واحد واحد لغايه ما نوصل لجوزك.
والنبي جاي جاي، ده ربنا كبير وعينه على الغلابة وعمره ما هيظلمني أبدا. يا رب اسمع مني يا رب. خير وصلنا ده على السلامة يا بس. الله يسلمك يا بس. اهو هنا اهو ارجع تاني عباس الدميري. يبقى خلاص بس مر لطفي ده ما عدلوش. يا عم انت بتعمل، انت مجنون هتخش مصر ازاي؟ زي ما خرجت منها عباس الدميري. وايه اللي يثبت؟ يثبت ايه يا مرسي؟ انا عباس الدميري وهقول لهم ان انا عباس الدميري في ايه؟ يا عم الولد دلوقتي هم بني ادم، صلى على النبي عم لطفي. اللهم صل عليك يا نبي. برضه هتقول لي لطفي بعد كل حاجه تقول ده؟ مش مصدقني اعمل ايه؟ زلت لسان. ما انا بقالي كام سنه بقول لك يا لطفي، من كام ساعه بس عرفت ان انت عباس. خد نصيحه مني، خش بلطفي دلوقتي وروح لمراتك وعيالك، وبعد كده يا عم اثبت ان انت عباس براحتك. برضو عباس. العباره داخله على رصيف يا باشا. جاي يا حاج. ابوك وصل يا محمود، ابوك وصل يا لبنى. يلا ستنت اتكل على الله. ما انا بقالي 20 سنه متكل على الله. اتكل على الله روح فين واحنا مش جايين معاك؟ تيجي معايا فين؟ اتفضلي اتفضلي استني بره. ده اذا كان جاي اصلا في المركب دي. يعني يستحسن تاخدي ولادك وتروحي، ولما يجي ده اذا جه هنبقى نتصل بيكي ونجيبك. هيجي يا اخوي، انا مش منقوله من هنا غير ورجلي على رجل. ودي قاعده يا ستي. المركب داخله على المينا، يعني لازم اقفل المكتب. عاوز تستنيه استنيه بره مع بقيه الناس. اتفضلي هنا ما ينفعش، اتفضلي بقى عايزين نشوف شغلنا. يلا يا ماما يلا بقى. ده ايه يا ابوكي جاي؟ ابوكي جاي يا ماما. الراجل عايز يشوف شغل واحنا كده معطلينه. لو تحبي نطلع نستنى بره. خلصونا بقى. الحمد لله على السلامة. كل واحد جاز باسبوره في ايده لو سمحت. انا اقول لهم ان مش لطفي. لو سمحت انا عايز اقول حاجة. يا عم تقعد ساكت في يومك اللي مش فايت ده. اهلا وسهلا. اتفضل. باسبورك. انا باسبوري ضاع يا باشا. وانا كمان عايز اقول حاجة. استنى انت شوية. ضاع. يبقى اتشرف عندنا 3-4 اسابيع لغاية ما نتعرف على شخصيتك ونعرف انت مين بالظبط. طب اكلم اهلي يجوا ياخدوني ويجيبوا لك الورق اللي اثبت لك انا مين؟ يا سلام. بالسهولة دي؟ هي ايه؟ سايبة؟ عاوز تشرف مصر في اي وقت اهلا بيك من غير ورق ما اعرفكش. خدوه على الحجز يا ناس. حرام عليكم، احنا جايين من حرب هتاخدونا من طار للنار؟ حرام عليكم. ايوه عايز تقول انت كمان ولا حاجه؟ لطفي حسين الجنايني يا مصبور. لطفي حسين الجنايني؟ لطفي الجنايني؟ ايوه يا فندم لسه واصل حالا. طب ومراته الست دي اللي اسمها موجه راحت فين؟ اضطريت امشيها سعادتك لما العباره وصلت عشان الحق اطلع الرصيف. دي ماشيها ازاي يا حضرة الظابط؟ دي متوصي عليها من اللواء جلال في الداخلية. مطاوع يا مطاوع. تمام يا فندم. فاكر الست اللي كانت هنا اللي وصلتها لحضرة الظابط؟ ايوة باشا، الست ام محمود. جاري تشوفها لي عند البوابة وتجيبها لي هنا بسرعة. تمام. احنا نفضل قاعدين هنا لحد امتى؟ لغايه ابوك ما يجي. فرضا ما جاش النهارده، ما جاش بكره، هنفضل برضو قاعدين؟ هيجي يا ابني هيجي. استبشر خير عشان ربنا يسمع منك. اللي هو جلال قرا اسمه في الليست يبقى جاي. انت جاي يا لطفي مش كده يا لطفي؟ هتيجي يا لطفي. اوعك تعملها يا لطفي وما تجيش، هزعل منك يا اخويا. حاجه ست محمود الحمد لله اني لقيتك خير. سياده العميد عايزك في مكتبه ضروري دلوقتي. ادخل. اتفضل يا حاج. خير يا باشا؟ خير ان شاء الله. تعال يا ام محمود تعال. انا عايزك كده تهدي وتمسكي اعصابك شويه. انا مش عارفه امسك حاجه يا اخويا، لكن اقول على طول جوزك اسمه لطفي حسين الجنايني. ايوه يا بيه. ليه؟ مواليد المنيا اكتوبر 49. ايوه يا بيه. ليه؟ كان شغال في السيرك القومي. ايوه يا بيه. ليه؟ قول على طول. روح يا ابني اندهل اللي اسمه لطفي الجنايني. لطفي حسين الجنايني. اتفضحت يا مرسي يا جدع. حكمة ولا يهمك.
لطفي حسين الجناين. انا تحسن عايز اقول حاجه يا فندم. تعال لو حصل حاجه تتصل، انت معاك العنوان. سيادة العميد عايزك. طب انا فعلا كنت عايز اقول حاجه. سيادة العميد عايزك. طب انا هقول لحضرتك يا جدع اتحرك، وصله انطوى. تعالى يا سلطفي يا مغلبنا. يا فندم انا هقول لسعادتك على كل حاجه. ايه يا لطفي، مش تسلم الاول على مراتك وعيالك ولا ما وحشوكش؟ بابا يا حبيبي يا بابا. مطوع تابع لي باسبوره وخلص اجراءاته بسرعه عشان ياخد ولاده ويروح. ربنا يخليك ويعلمها ركبك يا رب يا رب، يفرحوا من حبايبك يا طيب يا امين. انا مش قادر اصدق نفسي يا بابا، انا حاسس اني بحلم. طول عمري لما ماما كانت تقولي انك هترجع كنت اتريق عليها، كنت حاسس ان انا دايما هفضل شايل الهم، انا الاب والابن والاخ، ان عمري ما عايش زي اللي في سني. لكن الحمد لله اديك رجعت لنا اهو يا بابا. يا ده احنا محتاجين لك قوي. الله يجازيك يا سي محمود، خلت الدمعة تفض من عيني. يا اسطى لو عايز تعيط قوي اركن وعيط براحتك، لكن تعيط وانت سايق على 120 كلنا بعد كده اللي هنعيط. شايف خف الدم ابوك؟ على مهلك يا اسطى شوقي. جماله وحلاوته بزلمتك في مدير طاعم قوي كده. انت ما شفتيش بقى دول طايرين بيه في الشركه. اسمع يا واد، خلاص بقى انت بقيت مدير محترم وليك مركزك، مش هتاخد مني فلوس، هتديني فلوس. اه طبعا يا ست كل، ما تقلقيش ده انا عنايه ليكي. الفيلم ده انا شفته فين قبل كده؟ فيلم ايه يا انت؟ انا عايز اسال سؤال يا بابا. دلوقتي بيبرس بقى مدير، انا هطلع ايه؟ انت هتطلع تذاكر. جميل بابا، جميل جدا. انا بتكلم بجد يا بابا، بيبرس بقى مدير، انا ما ينفعش ابقى نائب المدير الصغير؟ ان شاء الله يا حبيبي هشوفك وزير قد الدنيا مش مدير. ماما ما باخدش منك رضاها يا حبيبتي. بس انا ليا راي يا جماعه. ايوه نسمع بقى، نستفاد شويه، كبيره مثقفات العيله هتتكلم. ممنوع منعا باتا السكرتيرات الحلوين، عشان انا عارفه اخويا كويس عينيه زايغه. ظلماني والله العظيم ظلماني،
انا عمري عيني ما كانت زايغه ابدا، عيني على طول في الشغل. لا 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 ده جامد قوي يا جماعه، ده متمكن. عارف يا بابا بيبرس بيفكرني كده لما كنت في سنه بنفسي بالظبط. بيبرس جامد مدرسه. اتشطروا انتوا بس وخلصوا دراستكم، وانا هشدكم واحد ورا التاني ان شاء الله في الشركه لغايه ما تمسكوها وتريحوني بقى انا وامكم. عارفه يا ناهد لو الكلام ده حصل مش هخليكي تقعدي في بلد شهر واحد بس، هاخدك وهلففك العالم من اوله لاخره. ما باخدش منك غير كلام، ده انت بقالك سنين موعدني انك هتسفرني باريس. عاجبكم كده؟ مش واحد فيكم ينبهني ولا يقول لي حاجه؟ اديني دبست نفسي اهو. على العموم هاني يا حبيبتي كلها ان شاء الله اخر السنه الجايه وليلى تخلص دراستها وتستلم شغلها في الشركه، وربنا بقى يقدرنا ابو لسان طويل ده. بس انا يا بابا ماليش في البيزنس ده خالص، انا بتاع التاريخ وبس. وبعدين مين اللي قال لكم ان انا هشتغل بعد الليسانس؟ انا لسه هعمل ماجستير ودكتوراه. طلع على ابوها بالظبط. يبقى كده هنضمن الايجار المتاخر. الف حمد لله على السلامه يا صلوتي، الف الف حمد لله على السلامه. نورت مطرحك يا اخويا، الف حمد لله على السلامه. وفي الولايه المجنونه يكونش هو اللي كسب الحرب في العراق؟ العيله كلها مخها طاير. سيبك منهم يابا، سيبك منهم، واجب برضه نروح نسلم عليه. سيلوتفي حمد لله على السلامه. انت حمد لله على السلامه يا سيلوتفي. يا سلام. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. دي الحركه مظلمه، نورت لما انت جيت. تعال يا وحيد. ابنك وحيد، امه سابته معايا الصبحيه خافت عليه من المشوار. ازيك يا بابا، وحشتني قوي قوي. وحيد ابنك يا سلوت. انا بحبك قوي يا بابا. يا جماعه يا اهل الحاره، انا عندي اقتراح مهم قوي عايز اقوله لكم. احنا لازم نعمل احتفال كبير قوي بمناسبه رجوع لطفي بيه لاهل بيته للحاره. وانت يا سلوتي لازم تعرف ان غيابك زي وجودك بالظبط. انت متجوز ست محترمه، ست جوهره، ربنا يخليها لك. ربنا يكرمك يا عم طه. يلا يا سلوتفي، يلا على بيتنا، يلا يا لبن، يلا كتر خيركم، نجاملكم في الافراح. استغفر الله العلي العظيم لكل ذنب عظيم. ان بعض الظن اسم. يعني انا عاوز افهم حاجه يا جماعه، الراجل ده غايب بقاله 20 سنه، جاب الواد الصغير ده امتى وازاي؟